طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، عليه توكلنا وبه نستعين. رحب بالسادة الإعلاميين جميعا والإعلاميات أيضا، ونشكرهم على الحضور. أنا حقيقة تركت مجلس الوزراء منعقد لأن عندي اجتماع آخر يجب أن ألتحق به. في يوم السبت تفقدنا القوات العراقية في شمال بغداد، تقوم بعمليات مهمة. سبقا قامت بعمليات في نينوى وفي الأنبار وفي صلاح الدين، وهذه العمليات مستمرة في الواقع لملاحقة عناصر داعش ولعدم توفير أي بيئة ممكن أن يستوطنون بها أو يستغلوها للقيام بعمليات ضد أهلنا وضد سكاننا ضد شعبنا أينما كانوا. تشترك بالعمليات قوات من الجيش والشرطة والحشد والحشد العشائري وكل الأطراف بتنسيق عالي. اليوم هو اليوم الثالث في هذه العمليات شمال بغداد، وحقيقة التفاعل كبير مع الأهالي في المنطقة، وهناك تعاون جدا واسع، وإلى حد الآن النتائج احنا راضين عنها وطيبة. كذلك استقبلنا عدد من الناجيات من الأخوات التركمان والشبك الذين نجوا من جرائم داعش اللواتي اختطفنا خلال فترات عديدة، وهناك أعداد غير قليلة منهن. نحاول أن نسترجع أكبر، ننقذ أكبر عدد ممكن من نساء مرعوبات، نساء تعرضنا حقيقة إلى اضطهاد شديد لا يوصف. وكان هناك حقيقة استقبال لهن، وقدمنا كل ما يجب من مستلزمات، واستقبلوا في أيضا في كربلاء والنجف من قبل ممثلي المراجع والمراجع. أيضا عدد من المراجع استقبل هؤلاء لطمأنتهن، وحقيقة لتوفير كل الدعم، دعم لهن ولعوائلهن. وهذه مسألة يعني كانت مقلقة بالنسبة لنا، بالنسبة إلى هؤلاء. والآن هناك اطمئنان لهؤلاء بالعودة إلى مناطقهم والسكن، والحكومة ستقدم كل الدعم لهن. وحقيقة التضحية التي قمنا بها تضحية عظيمة وكبيرة، نقدرها تماما. نتابع وضع الكهرباء، ورغم أن نحن في عز الصيف، لكن نعتقد من تقاريرنا الداخلية والخارجية اللي تمسح دائما تراقب كل مناطق العراق، هناك تحسن مستمر في الكهرباء. ولأول مرة تدخل في تاريخ شبكة يعني التوزيع في بغداد والمناطق المحافظات المحيطة ببغداد المتأثرة، تمكنت وزارة الكهرباء من تصريف حمل بمقدار 4850 ميجاوات، وخلال فترة قصيرة سنصل إلى 5000 ميجاوات حمل. أتكلم ليس تجهيز وإنما حمل، وهذه كانت إحدى المشاكل التي يشتكي منها المواطن في تغير الفولتية، في عدم ثباتها أو في عدم وصول الكهرباء إلى أماكن معينة. هذا أمر جدا مهم، وهذا تحقق بعد أن أنشئت محطات النقل والتوزيع ودخلت العمل محطات مثل محطة الشعب والبلديات وسبع قصور والرئاسة والفضيلية وغيرها، اللي سمحت بفك اختناقات كبيرة، وبالإمكان الربط يعني الموازنة بين التجهيز وبين الحمل وبين التوزيع اللي كانت تسبب لنا اختناقات. وإن شاء الله العمل مستمر بهذا الشكل،
ومؤخرا تم توزيع أكثر من 230 محولة في الكرخ والصدر والرصافة والأنبار والديالة، وتم تصفير عطوبات المحولات أيضا، تعتبر المرة الأولى في شبكة توزيع بغداد والمحافظات الملحقة بها. هذا ملف أيضا مهم. الموسم الزراعي شهد هذا العام شيء غير مسبوق سابقا. احنا اليوم بلغنا 4,400,000 طن من القمح، وهذا رقم قياسي لا مثيل له في تاريخ العراق. موسم الحصاد شبه انتهى، بعد أيام قليلة يغلق بشكل نهائي. سنصل إلى 4.5 مليون طن قمح، وهذا فعلا رقم قياسي. في العام الماضي كان 1,300,000 طن، تلاحظون الفرق كبير. صحيح كان موسم أمطار وكما يسمى موسم رطب، وهذا شيء جيد، لكن أيضا كان هناك عمل كبير من الفلاحين والمزارعين ودعم كبير حقيقة من الوزارات لتحقيق هذه النتائج. حصل عندنا سنوات رطبة، وحصلت عندنا فترات مياه كثير، لكن لم تستثمر. في هذه المرة استثمرت، لم يستثمر فقط من أجل الإنتاج الزراعي، وإنما استثمرت أيضا لتوفير خزين مائي مهم. الخزين المائي اليوم يبلغ حوالي 60 مليار متر مكعب، وهذا رقم عالي جدا أيضا بالنسبة إلى العراق، يحقق استقرار مائي للسنوات القادمة. إن شاء الله السنة القادمة أيضا تكون سنة رطبة، ونعزز الخزين المائي العراقي. لكن هذا احتياط مهم في سنوات الشحة. الشحة سيكون مهم إلى للغاية. يوم الاثنين كان هناك اتصال هاتفي مع السيدة وزيرة الدفاع البريطانية لبحث العلاقات الثنائية والأزمة الإقليمية ومحاولات التهدئة والتخفيف، تخفيف التوتر في المنطقة، وكذلك الأزمة الموجودة فيما يخص السفن المحتجزة. وبين العراق أنه هو دائما مع مبادئ حرية الملاحة البحرية وعدم التعرض إلى السفن في المياه البحار العالية أو في الممرات المائية الدولية، وهذا مبدأ أكد عليه العراق ويؤكد عليه العراق. نتيجة الاتصال رتبنا سفرة إلى الجمهورية الإسلامية بعد الاتصال بالإخوة في الجمهورية الإسلامية، وتم استقبالنا من الرئيس روحاني، وهناك أيضا طرحنا موضوع السفن المحتجزة، وحاولنا فعلا أن نساعد في تفكيك هذه الأزمة، ونقلنا وجهات النظر المختلفة، وقدمنا تصور العراق أيضا لأهمية التهدئة وتجنيب المنطقة خطر الحرب وتجنيب المنطقة خطر التصعيد، ونعتقد هذا أيضا أمر مهم. إلى حد الآن التجاوب إيجابي، سنستمر في محاولاتنا، ونعتقد أن العراق يستطيع أن يلعب دور مهم بين الأطراف المختلفة، والتأكيد على الدور العراقي الذي من البداية شدد أنه يعني لا يقبل، ليس جزء من منظومة العقوبات، لا يريد أن يكون محورا للحرب مع أحد، يريد أن يكون صديق الجميع. هذا يعزز دور العراق كثيرا في مثل هذه المبادرات. في المرة السابقة وعدتكم ببعض الجداول عن في قضايا النزاهة. هذه بعض الأرقام. القضايا الجزائية المحالة إلى المحاكمة لغاية 15/6/2019 في مكاتب التحقيق في بغداد، البصرة، النجف، كربلاء، يعني محافظات العراق كافة. عدد القضايا المحالة إلى محكمة الموضوع هي 1267 قضية. عدد المتهمين المحالين إلى محكمة الموضوع 2200، منهم وزراء 4 إلى حد 15/6. الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم 123.
عمليات الضبط، أيضا اسم المديرية أو المكتب، مديرية تحقيق البصرة نينوى إلى آخره. عدد عمليات الضبط الكلي 261. عدد العمليات التي أسفرت عن ضبط متهمين 110. عدد المتهمين المضبوطين في عمليات الضبط 607. عدد عمليات ضبط الأوليات التي لم تسفر عن ضبط متهمين 151. المبالغ المضبوطة هي 21 مليار دينار و 12,000 دولار. الأموال المحافظ عليها لغاية 15/6/2019. الأموال، قيمة الأموال المحافظ عليها 231 مليار دينار، 98 مليون دولار. الأموال التي أعيدت أثناء عمليات الضبط 33 مليون دينار و 780 و 465 ألف دولار. القضايا قيد التحقيق ولم تحسم لغاية الآن، وأسباب عدم الحسم قضايا في الإدارات المحلية، البنك المركزي، اللجنة الأوروبية المتفرقة، المجالس البلدية، المنظمات غير الحكومية، أمانة بغداد، جمعية الهلال الأحمر، جهاز المخابرات الوطني، ديوان الوقف السني الشيعي المسيحي والديانات الأخرى، مجالس المحافظات، وكذلك مجلس القضاء ومجلس النواب، الوزراء، المصرف العراقي للتجارة، مفوضية الانتخابات، إلى آخره إلى آخره من الوزارات تعدادها. المهم، مجموع هذه القضايا، مجموع عدد القضايا قيد التحقيق هي 4117. تحقيق إداري 889. تقرير ديوان الرقابة المالية 121. تدوين أقوال الشهود 146. تدوين إفادة الممثل القانوني 627. اتخاذ إجراءات بحق متهم 50. طلب أي معلومات أو أوليات عن الجهة المعنية 717. تحديد مقدار الضرر 204. عدم حضور متهم صدر بحق أمر استخدام 200. تنفيذ أمر قبض أو تعميمة 188. حجز أموال أي صحيفة سوابق منع سفر 84. وأسباب أخرى 881. أوامر الاستخدام لغاية 15/6. الأمر القضائي إلى آخره. العدد الكلي 3202. المنفذ منها 2097. غير المنفذ من الجهة المعنية عن مسؤولية القضاء وغيرها 764. ألغي أو حيل إلى جهات أو محاكم تحقيق أخرى بقرارات قضائية 341. الوزراء ومن بدرجتهم عددهم 11. عدد الأوامر الصادرة بحقهم 11. الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم عددهم 87. عدد الأوامر الصادرة بحقهم 115. أوامر القبض لغاية 15/6/2019. العدد الكلي 1593. المنفذ منها 497. غير المنفذ من الجهات المعنية يعني من مراكز الشرطة، المراكز التحقيقية، الوزارات إلى آخره 714. ألغي أو أحيل إلى جهات أو محاكم تحقيق أخرى بقرارات قضائية 383. الوزراء ومن بدرجتهم عددهم 7. عدد الأوامر الصادرة بحقهم 15. الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم عددهم 45. عدد الأوامر الصادرة بحقهم 100. هذه خلاصة بالقضايا الموجودة لدينا في مجلس مكافحة الفساد إلى تاريخ 15/6. ومن حجم هذه المسألة، طبعا هذا مو بالشهر الأخير أو الشهرين الأخيرين، وإنما مجموع القضايا المقدمة، ولكن عززنا الإجراءات في الفترة الأخيرة ونتابع هذه القضايا حقيقة للتدقيق في أهمها حتى نستطيع فعلا أن نتعامل معها، لأن هذا حجم كبير لدى التحقيقات، يعني شيء من التأكد قبل ما نتهم الناس، ولكن العمل جاد حقيقة في ملاحقة كل قضايا الفساد الموجودة
في كل دوائر الدولة العراقية، إضافة للمهام الأخرى، المخدرات، الذهب، العملة إلى آخره، من قضايا سبق أن طرحناها على حضراتكم. هذا ما وعدتكم به أن نطرحه، وإن شاء الله بالمستقبل نتكلم بتفصيل أكثر، كلما نقترب من المسألة نستطيع التفصيل أكثر والتشخيص أكثر. الآن إحنا مرغمين أن نبقى ما دام إحنا في دور التحقيق والاتهام وإلى آخره، نبقى في دائرة الأرقام وليس الأسماء، لكن بالتدريج نستطيع أن نقترب من دائرة الأسماء أيضا. أستمع لبعض الأسئلة. السلام عليكم دولة الرئيس. السلام. سيف عبد الوهاب، مراسل قناة الشرقية نيوز. أيام مرت ولا بيان من الحكومة العراقية حول ما أعلن من قبل وزارة الخزانة الأمريكية حول عقوبات فرضت على 4 سياسيين عراقيين، هل يعني من تصريح أو رد من حضرتك؟ شكرا جزيلا. نعم، نحن أبلغنا بهذا الأمر، وطبعا لنا رأي، وأحنا الموضوع إلى المستشارين القانونيين لمعرفة الموقف، يعني هل هذا موقف يتعلق بالدولة الأخرى في اتخاذ قرارات. عندما نسأل الجهات مثلا التي أبلغتنا الخبر ما هي تبعات هذا العمل، مثلا يقولون هذا منع سفر إلى الولايات المتحدة، أو إذا كان لديهم أموال في الولايات المتحدة فهو لا يختلف عن مثلا البلاك ليست في بقية الدول، عندما تضع البعض في البلاك ليست فهذا حقنا السيادي أن نتخذ ما نشاء من قرارات، لكن هل لا علاقة له بالعراق؟ نحن أحنا الموضوع إلى المستشارين القانونيين لدراسة الأبعاد إذا كان ببعد دولي أو سيادي، لكن على كل حال العراق يجب أن يكون رأي في هذه القضايا، لأن هؤلاء مواطنين عراقيين مسؤولين أمام القضاء العراقي أساسا، وبالتالي حتى لو كان هذا أمر سيادي لدولة أجنبية إذا كان يؤثر على المواطن العراقي في سفره، في تنقلاته، في ممتلكاته في دول أخرى، عدد الدولة اللي تصدر الأمر هذا شيء آخر، عدد الدولة اللي تصدر الأمر فهذا أمر يخص الدولة العراقية في أيضا في التعامل معه. السلام عليكم دكتور الرئيس، علي الجميلي من العراقية الإخبارية. يعني ما هي رؤية الحكومة باتجاه موضوعة موازنة العام المقبل، وخاصة بما يتعلق علاقة المركز بالإقليم بهذا الخصوص؟ أولا نحن في دور الإعداد، والموازنة القادمة نعمل أن تكون فيها تغييرات أساسية. أولا ستكون إلى حد ما موازنة مشاريع وأداء، وليس موازنة بنود، على الأقل فيما يخص وزارة التخطيط الآن وبعض الوحدات في الوزارات الأخرى، لأن موازنة المشاريع موازنة ننتقل من نظام كان يسود العراق خلال 100 سنة الماضية تقريبا إلى حد الآن، وهذا يحتاج إلى عمل وتثقيف وتغيير. يعني أخذ الأمر في مصر 8 سنوات حتى تنتقل من موازنة البنود إلى موازنة المشاريع، إضافة أن في هذا العام إلى حد الآن نحن نعد حسابات ختامية، كان لدينا مشكلة 2014 لم تكن هناك موازنة، انتهينا من هذا الموضوع، فالعمل مستمر حقيقة في موضوع إعداد الموازنة وفلسفة الموازنة. قدمت استراتيجية أولى للموازنة هي تحت الدراسة، يعني أنا تلقيت النسخة الأولى قبل أيام قليلة تحت الدراسة، سنتحدث يقينا في الفترة القادمة سنتحدث كثيرا عن الموازنة، لأنها أمر مهم بالنسبة إلى الدولة العراقية وأمر مهم بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي. شكرا. دولة الرئيس، يعني السلام عليكم، زياد نهاد من قناة الحرة. دولة الرئيس، يعني كان هناك انسحاب للقوات الأمريكية من مناطق غرب العراق، وفي هذا الأثناء جرى أيضا توزيع لمجاميع من داعش لمنشورات في مناطق الرطبة تحذرهم إذا لم يكن هناك تعامل. هذا الموضوع الانسحاب القوات الأمريكية من تلك المناطق، هل يعني بأنه هناك ممكن عمليات أمنية ستجري لدخول تنظيم داعش، وهل له علاقة هذا الموضوع بإيران وضغوطات الموجودة؟ شكرا جزيلا. يعني على قدر تعلق الأمر بنا لم نبلغ حقيقة بتغيرات جذرية في الموقف، هناك عمل مشترك نقوم به، على الأقل لا يوجد علاقة بين ما تتفضلون به من نشاط لداعش وعمليات مثلا حركة أو تغيير مواقع. نحن نطلع على هذه الحركة كلما تجري نبلغ بها،
تجري أيضا بموافقتنا، لم يجري شيء جذري وأساسي في هذا الموضوع إلى حد الآن. وبالتالي نراقب هذه المسألة، ننظمها، ننظم هذه المسألة. يعني مثلا في العمليات الأخيرة اللي جرت في غرب الأنبار أو اللي تجري في شمال بغداد، التحالف الدولي يشترك معنا في هذه العمليات، لم نطلع كدولة كحكومة بشكل رسمي. هناك تقارير إعلامية تتكلم مثلا تستطلع المستقبل أن سيتم كذا في سوريا أو سيتم كذا في العراق، لكن كحكومة عراقية نحن في نفس السياقات السابقة. نعم، شكرا. السلام عليكم دولة رئيس الوزراء، سيف علي من قناة دجلة. دولة رئيس الوزراء، يعني تبقى أسبوع واحد على نهاية تطبيق الأمر الديواني الخاص بدمج الحشد الشعبي بالمؤسسة الأمنية. يعني هناك بعض الفصائل يعني حتى الآن أبدت امتعاض أو عدم رغبة في تطبيق هذا القرار، يعني خصوصا الفصائل ذات التوجه العقائدي البحت. يعني هناك كيف سيتعامل رئيس الوزراء حول هذا الموضوع، وهناك بعض الفصائل هي أصلا غير مشتركة في العملية السياسية؟ أولا لا يوجد دمج، نحن أوضحنا هذا الموضوع يعني مرارا، لا يوجد دمج مثلا الحشد الشعبي بالجيش العراقي أو بالشرطة العراقية، هذا الصنف آخر من القوات المسلحة. وبالتالي على هذا الأساس ينظم الهيكل وتنظم كل المسائل المختلفة المتعلقة بالحشد. إما بعد أسبوع فنحن بدأنا بالتنفيذ، يعني ليس أننا سنبدأ، وإنما بدأنا، أغلقنا الكثير من المقرات، بدأنا نشخص معسكرات للانتقال، عدد كبير من فصائل الحشد أيدوا هذه العملية. العملية معقدة ليست سهلة، نحن بدأنا في الإجراءات عندما نقول وضعنا الشهر. إذا تعودون إلى الأمر الديواني ستجدون في الفقرة الأخيرة أن هذا عمل معقد يجب أن يجري بشكل تدريجي وله خطط. كل ما يتعلق بالانتقال من حالة فصائل خارج مفهوم القوات المسلحة، الآن ننتقل إلى داخل القوات المسلحة، إما معالجة كل أمورها، كل المسائل من الرتب، من المواقع، من إغلاق المقرات. هذا عمل نحن نستمر عليه. الآن هناك فصائل لن تدخل في هذا الموضوع، هذه الفرضية التي تقوم بها. نعم، كما ذكرنا في الأمر الديواني سنعطي الفرصة، سنحاور، سنسعى للإقناع، لكن لن نرضى أن يبقى أي طرف مسلح خارج الدولة. لن يبقى أي طرف مسلح خارج الدولة، هذه هي نية الحكومة العراقية. ولذلك دائما نقول إننا بحاجة إلى الحشد لمعالجة أمور الحشد، كما إننا بحاجة إلى الجيش أو الشرطة لمعالجة أمور الجيش والشرطة. هذا هو المبدأ الأساس. لكن في المحصلة عندما هذا الأمر سيستقر ويصبح أمر نهائي ومنظم بشكل كامل، يجب أن لا يبقى أي سلاح خارج سيطرة الدولة. السلام عليكم دكتور. عباس الطائي، مراسل قناة الاتجاه الفضائية. هل هناك بيان رسمي حكومي بشأن تبرئة قائد عمليات الأنبار المتهم بالتخابر بدول أجنبية، أم هو فقط تصريحات إعلامية؟ هذا الشأن يعالج في وزارة الدفاع، وأعتقد السيد وزير الدفاع إذا يسأل سيجيب عليه ببساطة ووضوح. هناك قرارات إدارية وتحقيقات إدارية جرت، والأمر سوي بشكل، يعني أعتقد السيد وزير الدفاع يستطيع أن يقدم الجواب المناسب في هذا الموضوع. تفضلوا. دولة الرئيس حياكم الله، إياد فاضل من قناة الفرات الفضائية. دولة الرئيس شكرا لك مرتين، مرة لإتاحة هذه الفرصة المتجددة ومرة لسعة صدركم أيضا. دولة الرئيس، ربما يتفق جنابكم على أن وزارة التربية هناك من يشخص فيها تراجع مستمر في أدائها، وربما خير دليل على هذا هي النتائج الأخيرة التي ظهرت للمراحل المنتهية، كان فيها تدني واضح. دولة الرئيس، دولتكم قدمتم 3 مرشحات يمثلن حزب السيد الخنجر إلى مجلس النواب، وسقطنا في هذا التصويت ربما لعدم التوافق على مرشحات من حزب السيد الخنجر نتيجة الأوضاع المتردية لهذه الوزارة. دولة الرئيس، هل ممكن أن نشهد أن تقدمون أنتم مرشح جديد بعيد عن حزب الخنجر، السيد الخنجر، حتى يحظى بالموافقة، أم نبقى ندور في هذه الدائرة دولة الرئيس؟ أولا فعلا وزارة التربية وزارة مهمة جدا، وعدم وجود وزير هو نقص، لكن
ليس خلل يعني وجود وزارة، أما وزارة تدار لسنوات أصلا عمدا أحيانا بالوكالة. نعم الإسراع بالتصويت على وزير أو وزيرة وإن شاء الله وزيرة لوزارة التربية هو أمر مهم. إما الأسماء فلان أو فلان لم نراعي ذلك سابقا أن هذا كان من الجهة الفلانية أو الجهة نحن كما تعاملنا كما شرحنا في مرات عديدة في طريقة تشكيل الحكومة. طريقة تشكيل الحكومة سارت بتكليف يعني تكليف رئيس الوزراء أولا بإعطاء عدد من الوزارات هو يقوم باختيارها، ثم ترك للطرفين السائرون والفتح ثم البناء والإصلاح لتقديم خارطة وترشيح أسماء لكل وزارة. لم يقل أحد أن هذه الوزارة كانت تابعة للحزب الفلاني أو الحزب الكذا، لا أبدا لا توجد أسماء في هذا الموضوع، كانت تقدم الأسماء إلى رئيس الوزراء، عدة أسماء في الحقيقة ليس فقط اسم واحد، وهو من يختار في النهاية أحد الأسماء يرشحها إلى مجلس النواب. الدليل أن أحيانا لا يمر بعض المرشحين، عندما لا يحصل لذلك نقول نحن بحاجة إلى تأييد القوى السياسية، لأن من يصنع قوى البرلمان هي قوى سياسية، وبالتالي يجب أن يحصل نوع من الرضا بين القوى السياسية على الأسماء المرشحة. إذا لم يحصل هذا الشيء لا يمرر المرشح كما حصل مرارا. هذا في الحقيقة أمر نحن قلنا للقوى السياسية إما أن يترك الموضوع نهائيا إلى رئيس الوزراء حتى يقوم بالترشيح، وأن يعطوا ضمانات أن يصوتون عندما يقدم رئيس الوزراء حتى لا نبقي الشواغر قائمة، أو نتحمل جميعا مسؤولية هذا الشاغر الذي هو ليس في مصلحة التشكيل الوزاري. شكرا جزيلا. شكرا.